من جديد. يعود البنك الدولي بتصريحات تثير الفزع وتوقظ حفيظة خبراء ووزراء الاقتصاد في الأردن وتبث القلق في نفوس المواطنين تزامناً مع مناقشة النواب والحكومة للموازنة العامة. أبرز تصريحات البنك الدولي: مستويات الدين العام والتضخم المرتفع أبرز عوامل القلق على الاقتصاد الأردني. هناك جزء غير معلن من الدين العام ديون الشركات المملوكة للدولة، ويؤكد من الضروري أن تكون الدفاتر مفتوحة أمام الجميع بشفافية عالية وواضحة. في وقت سابق ليس بالبعيد، البنك الدولي يؤكد أن تعافي النمو لم ينعكس على مؤشرات سوق العمل إلا بصورة متواضعة، ويوصي بتخفيض الضغوط المالية العامة من جانب المؤسسات المملوكة للدولة، خاصة في قطاعي المياه والطاقة. الحكومة الأردنية لم توضح موقفها إزاء ما صرح به البنك الدولي حول الاقتصاد المحلي. مواطنون تفاعل بعضهم بقلق وبعضهم الآخر بسخرية على تصريحات البنك الدولي، وآخرون يتساءلون: هل فشلت الحكومات المتعاقبة بمشروع الخصخصة وأصبحنا رهينة في عباءة للبنك الدولي؟ الأرقام والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الأردني في البنك الدولي هي الموجودة في جعبة الحكومة، لكن النتائج مختلفة عند كليهما، هذا قلق وذاك متفائل، فما هو سبب الاختلاف وأين الخلل؟